أهلا بكم مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم جميعا. وحطتنا الآن عن التغذية، ورح نتحدث بالتحديد عن تنمية الذكاء وتقوية الدماغ بشكل عام من خلال الغذاء. أحيانا قد نفكر بأنه الذكاء أو تقوية الدماغ مرتبط بالعمر، مرتبط بالجينات الوراثية، وبأنه العائلة اللي هي الأب والأم إذا كانوا أذكياء أبنائهم لا محالة أذكياء. على كل حال قد يكون هذا سبب كبير، ولكن النظام الغذائي قد يؤثر إيجابا في موضوع تنشيط الذكاء، تقوية الذكاء وتعزيز وتقوية الدماغ بشكل عام. ضيفتنا لهذا الصباح عندها كل التفاصيل والمعلومات، فاسمحوا لي أن أرحب بالأخت منى اليسير، خبيرة التغذية السريرية والحميات السريرية. أهلا وسهلا فيك ست منى. صباح النور. يعني يمكن إحنا قبل فقرات كنا نتحدث عن تحضير الأبناء واستعدادات المنزلية لاستقبال عام دراسي جديد، واحدة من ضمنها أنه كمان كيف ننشط دماغهم بعد عطلة صيفية وبعد فترة طويلة من الركود ومصادرة لكل عضلات العقل أحيانا قد تكون. كيف ممكن ننشط الدماغ؟ هلأ أنا بدي أسأل حضرتك قبل ما أفوت بالنظام الغذائي، إيش هو الذكاء وكيف ممكن نعمل على تنشيطه بشكل عام؟ هلا الذكاء بالنسبه بشكل عام هو يعني يعتبر القوه البدنيه يعني للدماغ مثل القوه البدنيه للجسم. فال يعني كل ما يعني هو اهم شيء بالدماغ الذكاء، زي ما بالجسم هو اهم شيء فيه عندنا القوه. في ناس تولد يعني اقوى من الناس، وفي ناس تولد كمان اذكى من الناس، ولكن بشكل عام يعني بشكل عام انه كثير العلماء يعني قعدوا يعني يفكروا هل هو الذكاء صفه مكتسبه ولا هي وراثيه، يعني انه نولد انه ناس اذكى من الناس. لا، هي ممكن تكتسب، يعني هاي الصفه الذكاء ممكن تكتسب عن طريق التغذيه المثلى وعن طريق ممارسة الأنشطة اللي بتزيد الذكاء، مثل اختبارات الاي كيو تيست ومثل الألعاب الذكاء او غيرها. هلا كل ما مارسنا هاي الأنشطة والألعاب الذكاء بحب، كل ما انه استفاد الدماغ اكثر. مثل الرياضة، في ناس بتلعب رياضة يعني مكرهة فما بتلاقي نتائج جميلة، ونفس الشيء هنا يعني بالدماغ. انا احنا اذا مارسنا هاي الأنشطة الفكرية والألعاب الذكاء بحب رح يطلع كثير نتائج مفيدة على الذكاء والذاكرة وغيرها. صحيح، لأنه الدماغ عضلة برضو كمان، مش هيك؟ هي فعلا هي عضلة، إذا قويناها ومرناها أيوة بتصير قوية، وإذا تركناها مع الوقت بصير الذكاء يهمل ويختفي. صحيح، يعني بصير ضعيفة هاي العضلة وتهزل مع الوقت، فلازم احنا ننشطها. هلا النظام الغذائي تاع الدماغ يختلف عن النظام الغذائي تاع جسمنا، يعني مختلف تماما عن الانظمه قليله السعرات، بالعكس هو صحيح. طيب ست منى، فاصل رايحين مع الساده المشاهدين، فاصل قصير وراجعين نكمل الحوار مع حضرتك. بكم مشاهدي الكرام من جديد، كنا نتحدث مع خبيرة التغذية والحميات السريرية منى اليسير حول موضوع الذكاء وكيف ممكن نحسن من مستوى الذكاء. ست منى، الذكاء يعني إيش تفسيره أو كيف بتفسريه أو بتوضحيه، وأيضا كيف ممكن نحسن من مستوى الذكاء عند أبنائنا أو عندنا بشكل عام؟ نعم طبعا، الذكاء يعتبر بالنسبة للدماغ مثل القوة البدنية بالنسبة للجسد. كل ما كان يعني في ناس تولد أقوى من ناس وفي ناس تولد أذكى من الناس. هلا كثير العلماء اختلفوا أنه هل الذكاء صفة مكتسبة ولا أنه وراثية يورث الأبناء من الأب والأم. هلا هي صفة صح وراثية، ولكن ممكن تكتسب عن طريق التغذية وعن طريق المثلى طبعا للدماغ وعن طريق ممارسة الأنشطة اللي بتساعد على رفع مستوى الذكاء، كاختبارات الاي كيو تيست وغيرها والألعاب الذكاء وغيرها. طبعا تغذية الدماغ يعني عشان تنشط الذاكرة، هلا النظام الغذائي للدماغ يختلف عن النظام الغذائي لإلنا. يعني النظام الغذائي لإلنا لتقليل السعرات الحرارية وتنزيل الوزن يختلف تماما. ليه؟ الدماغ بيعشق السكريات بس مو كل انواع السكر، وبيعشق كمان الدهون.
فيعني يختلف عن نظامنا سكر ودهون، يعني بيحب الدماغ هاي الاشياء، وبيحب كمان الرياضه وبيحب الضحك والنوم. بس النظام بيقدر يفسر هذا للدماغ وهذا للمعده؟ لا. لا بس هو كل ما احنا كان، يعني انا راح احكي كيف لازم يكون النظام الغذائي، بس كل ما كان عالي بالسكريات كل ما كان، والدهون الصحيه طبعا مش اي نوع من السكر والدهون، كل ما كان نشاط الدماغ والذاكره والادراك احسن. طبعا كمان الدماغ بيحب الرياضه، ليه؟ لانه بتغذى على الاكسجين، والرياضه كمان يعني هو مثله مثلنا، يعني هاي الاشياء كلها بتفيد الدماغ وبتحسن من ذكائنا. نعم، يعني احنا بنأكد انها الدماغ عضله، لما نعمل على تقويتها اكثر العضله بتقوى وبتصير اكبر او بتصير افضل او ادائها افضل، زي بالضبط لما العاب الحديد او اللي بيلعبوا حديد بيمرنوا العضله وبتكبر وبالتالي بصير شكلها مختلف. هل الفطور ممكن يساهم في عمليه زياده نسبه الذكاء او تقويه الدماغ؟ طبعا احنا كوجبه يعني. نعم، نحن وجبه الفطور دائما بنقول هي اهم وجبه بالوجبات، يعني الشخص لانه هي مهمه وجبه الفطور انها تعوض النقص اللي اخذه الجسم خلال ليله نوم كامله، يعني بياخذ هو المخزون من السكر من الدم طول هاي الفتره، فنحن مهمه وجبه الفطور انه تعطينا السكر اللي استنفذ عشان نعطي الجسم، يعني نعطيه السكر احتياطي لليله اخرى، فهي هاي مهمه الفطور. عشان هيك بنلاحظ يعني مش بالصدفه انه معظم بلدان العالم وجبه الفطور بتكون غنيه بالسكر، هاي مو صدفة، لازم يكون وجبة الفطور غنية بالسكريات طبعا المفيدة. طبعا احنا ما نحكي عن السكريات، في عنا سكريات مفيدة، وفي عنا المفيدة اللي بنحكي عنها بطيئة الامتصاص. بس ست منى احيانا كثير اولادنا او احنا ما بنصحى كثير قادرين ناكل، يعني الشهيه ليش بتكون مسكره وخصوصا في فتره الصبح وبتفتح الشهيه المساء؟ صح، انا بنصح لكل الاشخاص، ما انه وجبه الفطور كثير مهمه، انت قلتي في ناس ما بتفطر ما بتكون شهيتها مفتوحه، انا بنصح اول نص ساعه من الاستيقاظ انه بتكون لسه ما بلش الجسم يجوع او ما في شعور بالجوع، بنصح بهاي الفتره نبتعد عن المناقشات الحاده، يكون في هدوء، نبتعد عن التلفاز وعن الشاشات وغيرها، ونعمل ناخذ شاور، يعني ناخذ نستحم. هذا الاستحمام في هاي الفتره اول نص ساعه من الاستيقاظ بترفع الشهيه شوي شوي للجسم. فالاشخاص اللي ما بياكلوا وجبه الفطور بنصحهم يعملوا هيك اول ما يستيقظوا، لانه كثير مهمه وجبه الفطور للدماغ وللتركيز لبعدين وللذكاء. هلا وجبه الفطور اتفقنا انه السكريات البطيئه الامتصاص هي الاحسن، يعني نحن بنعرف انه نحن لما بناكل الاكل يهضم، ولما يهضم بيطلع منه السكر. هلا في اشياء بترفع السكر، في يعني في اطعمه بترفع السكر، في اطعمه شوي شوي الجسم بيمتص السكر فيها، هاي المفيده للدماغ، شوي شوي الجسم بيمتص السكر منها، مثل الخبز الاسمر، نضيف معه يعني وجبه فطور صحيه مثلا خبز اسمر مع بروتين بيض وجبنه مع مكسرات، واذا ضفنا كمان الفواكه والخضروات الالياف، اذا عملنا هاي الوجبه بعد الساعه 11 ما رح نشعر بالتعب، لانه احنا ليش بنشعر امرات بالتعب بعد الساعة 11؟ بتكون وجبتنا مش صحية. بتكون أما لما ناكل صباحا حلويات وهيك ممكن بعد فترة طويلة أنه نصاب بداء السكري، فنحن لازم ننتبه أنه نستخدم السكريات الصحية مش الغير صحية. طب هل عشان هيك لازم نفوت مع حضرتك على موضوع أنه كيف ممكن أنه يكون النظام الغذائي أصل لزيادة نسبة الذكاء؟ نعم، كيف ممكن يكون؟ هلا شوفي، نحن اذا ما حكينا الدماغ، الوقود الدماغ مثل السياره عامل، يعني ما بتمشي السياره بدون بنزين، نفس الشيء الدماغ ما بيشتغل بدون جلوكوز السكر، فعشان هيك بنحكي احنا الدماغ يعشق السكريات. بس اي سكر حكينا اتفقنا انه في سكر، سكريات سريعه الامتصاص اول ما بتنهضم بسرعه بيمتصها الجسم، وفي لا بطيئه، احنا بنحكي عن البطيئه، البطيئه طبعا بتختلف بطريقه الطهو، طريقه الاعداد غيرها. مثلا نحكي مثلا عن الخبز، الخبز كله بكل انواعه سريع الامتصاص، يعني بسرعه بالجسم، يعني مش مفيد، ولكن اذا اضفنا له مثلا اذا كان الخبز من القمح الكامل بصير بطيء الامتصاص، فاذا مفيد، اذا اضفنا معه الدجاج او الخضروات بصير شوي شوي يمتص، وهذا الصح. مثلا المكرونه احنا بنعرف انها من النشويات السريعه الامتصاص، ولكن كيف ان نخليها مش سريعه الامتصاص ومفيده؟ طريقه سلقها. هلا لما نحن بنسلق المكرونه اكثر من ربع ساعه، يعني انه فتره طويله، بتصير مش مفيده،
طرية. أيوة بتصير بسرعة يمتصها الجسم، ولكن من السكريات بسرعة تمتص، أما شوي شوي يعني بس ربع ساعة أو قليل أو حتى إذا في معكرونة بيكونوا حاطينك 10 دقائق أو 11 دقيقة أو في إشي 8 دقائق. أيوة حتى تصير على رأي تليان ألدنتي. أيوة هي هاي الطريقة الصح، واللي كمان المكرونة لما بتسلق بهالطريقة ما بتمتص بسرعة، بتصير يعني من الأغذية المفيدة للجسم وللدماغ. يعني احنا ممكن نتحايل على المعكرونة كويس. أيوة المكرونة يعني الأولاد بحبوها، بس ممكن نتحايل إنه ما نسلقها يعني نلتزم. احنا بيكونوا حاطين على المغلف إنها بتحتاج ل 11 دقيقة، طبعا حسب النار يعني عند كل وحدة أو حسب الحجم، حتى هيك فيها شوية أرطة بتكون. نعم هي هاي طريقة الإعداد. كمان البطاطا، البطاطا احنا بنعرف انها بسرعة يمتصها الجسم، يعني مش مفيد، يعني السكر بيرتفع بسرعة لما بناكلها، ولكن السكر بالدم، ولكن إذا نحن سلقناها بتكون أخف امتصاصها بالجسم، بتصير مفيدة، ولكن إذا قليناها وضفنا إلها الحليب، تعرف البطاطا المهروسة والقلي، بتبطل مفيدة، بتصير مؤشر السكر، يعني ترفع مؤشر السكر بالدم. نحن يعني يحولها الجسم لسكر، لسكر سريع ويمتص بسرعة. برضو كمان نحن كتير مفيد الألياف، الألياف من الخضروات الفواكه، هاي بشوي شوي بتفرغ المعدة ويعني مفيدة جدا للدماغ، لأنه ما بيمتص بسرعة لما إحنا بنضيف أي شيء فيه فواكه وخضروات، سواء كان رز او خبز او غيره. هلا لما نضيف معه الالياف بصير شوي شوي يمتص بالجسم. الشوكولاته طبعا نحن بنعرف انها بترفع السكر، ولكن وجود الدهون فيها بخفف، وخصوصا الدهون اللي من زبده الكاكاو، دهون طبيعيه يعني مفيده، فهاي ما بتخلي سكر الدم يرتفع بسرعه. هلا الشوكولاته في شيء بيكون مثلا نسبه الكاكاو او الشوكولاته الداكنه، أيوة، انها 85% يمكن، وهي هي الافضل. نعم أفضل كثير من أنواع الشوكولاتات الأخرى، يعني اللي بده يشتري واللي بيكون حابب إنها تكون صحية وبنفس الوقت نستمتع فيها، اللي هي نسبة الكاكاو فيها 85%. نعم هي حتى هاي الشوكولاتة يعني أنا بنصح فيها اللي بنزل وزنهم أو اللي عندهم مرضى سكر يتناولوا الشوكولاتة السوداء، لأنه أول شيء ما فيها سكر، ثاني شيء مفيدة جدا للقلب. بس كميات طبعا كثير محسوبة. طبعا يعني بحجم إصبع مثلا شوكولاتة، يعني 3 مكعبات صغيرة، طبعا هي كثير مفيدة يوميا عادي، ما عندنا مشكلة فيها. ولكن الشوكولاتة البيضاء مش مفيدة لأنه ما فيها كاكاو. أيوة كلها زبدة وحليب وبتزيد الوزن، هاي ما يعني غير صحية حتى نتناولها صباحا أو باليوم يعني. نعم. طب هلا معلش أعمل تساؤل مع حضرتك، قلتي إنه الدماغ حتى نساعده على تقوية الدماغ وتنشيط الذاكرة أو الذكاء عفوا بشكل عام، إنه بحتاج للجلوكوز. وين الجلوكوز هلا؟ أنا ما بعرف وين هو. يعني هلأ الجلوكوز أنا فهمت إنه سكر. نعم. طيب كيف يعني وينها؟ وين طبعا هو زي ما حكينا النشويات اللي هي اللي حكينا تتحول لما نهضمها بتتحول لسكر بطريقه بطيئه، مش بطيئه. نحن هلا التمر من الاشياء اللي بتمتص بسرعه، مش هيك؟ والتمر كمان الفواكه والخضر، كل يعني كل طعامنا بعد الهضم بيتحول لسكر، ولكن اكثر شيء اللي بيرفع مستوى السكر في الدم السريع، نحن بنركز على النشويات عشان لما تهضم وبترفع مستوى السكر في الدم سريع، في منها سريع ومنها بطيء، وانا هلا شرحت انه شو اللي يعني نحن ركز على الإشي اللي يمتص بطيء يعني مش السريع، هذا المفيد للدماغ وللجسم بشكل عام. هلا نحن حكينا عن السكر للدماغ، طبعا الدماغ كمان كتير مفيد له السمك. طبعا نحن كثير بنعرف واحنا صغار هاي العباره دائما انه اذا بتتناول السمك رح تصير اكثر ذكاء، وهي العباره صدقناها وهي فعلا صحيحه. ليه؟ لانه السمك المفيد. ليه السمك بيزيد قوه الدماغ او الذاكره ونشاطها؟ لانه بيحتوي على دهون صحيه، احماض امينيه اسمها الاوميجا 3، طبعا هي جدا جدا مفيده للخلايا العصبيه. كل ما تناولنا سمك اكثر كل ما زاد ذكائنا أكثر، عشان هيك بتلاقي الشعوب اليابانية من أكثر الشعوب ذكاء، بتلاقيهم هم المخترعين، هم يعني شعوب أذكية. ليه؟ لأنه هو نظامهم الغذائي كله سمك، قائم على السمك. سمك مزبوط. هلأ أنا بنصح إن إحنا إذا ما أكلنا سمك يعني أنا بنصح أسبوعيا يعني ثلاث مرات، يعني هم بيأكلوا السمك مع السمك، يعني حتى الشيبس عندهم تخيلي فيه سمك. مزبوط. سمك مجفف. مزبوط. يعني أنا هم ملفين نوعين، أنا شفت نوعين، يعني نوع سمك لفينه على نوع سمك،
عرفتي زي السوشي بس عاملينه بطريقه انه سمك ملفوف بسمك، فيعني سمك ملفوف هم مو معقولين حتى. يعني انا بس رحت زرت اليابان عاملين شيبس فيه سمك، يعني سمك مجفف. فهو تخيلي قديش السمك عندهم شيء مهم حتى بالاشياء العاديه. غير هيك انه نحن قلنا هلا احنا ما بناكل سمك، فبنصح ناكل يوميا نتناول حبه زيت سمك، يعني هاي جدا مفيده للاشخاص اللي ما بياكلوا سمك. طبعا بتحتوي طبعا تناول زيت السمك او السمك بشكل عام بيمنع الاكتئاب، بيمنع الفصام، امراض الاكتئاب وامراض يعني النفسيه، والاطفال كمان بيقلل النشاط عندهم، الهايبر اكتيفيتي هاي النشاط الزائد بيقلله. هلا زيت السمك غير عن الاوميجا 3 كمان. لا هو بالعكس هو عالي بالاوميجا 3. هلا بس في شيء اوميجا 3 لحاله وفي شيء اسمه زيت سمك، مش هيك؟ نعم بس هو عشان ما نخلط، ما عشان انا بتعرفي في ناس بيسمعوا هالمعلومه، نوضح اكثر. يعني هو زيوت السمك عاده بشكل عام عاليه بالاوميجا 3، فنحن حتى التونه، يعني علبه التونه او الطن اللي احنا بنقولها طن، صح، التونه اللي هي سمكه التونه عاليه كمان بالسمك المدهن. يعني نعم هي بس نحن اكثر شيء نحن ما عندنا اياه يعني كثير، انه هي المعلبات، المعلبات، السردين عالي، السردين اكثر من التونه، السلمون، سمك السلمون عالي. بس اذا احنا مش يعني مش من الهواة التناول، يعني ما بتناول سمك، بنصح بحبوب زيت السمك. طبعا نصائح اخيره نبعد حتى ما نخلي الذكاء متدني عند الواحد، اشياء حبيت تقوليها. هلا في اشياء غير التغذيه طبعا، نحن مشاهده التلفاز طبعا نقلل من مشاهده التلفاز ونزيد من القراءه. ليه؟ لانه التلفاز عامل زي تنويم مغناطيسي، لما انت بتجيبي ابنك بدك تلبسيه مثلا الحذاء او شيء بتخليه على التلفزيون عشان بطل يركز معك، هو فعلا عامل مثل التنويم المغناطيسي، بخلي الدماغ بين حاله بين اليقظه والنوم، فمش مفيد جدا، يعني بالمره مو مفيد الدماغ لانه بقلل مستوى الادراك، مع الوقت بصير مستويات الذكاء بتقل. هاي مثلا بالتلفزيون، في مثلا شغلات ثانيه النوم، في شغلات اخرى غير يعني انه نزيد ساعات النوم للدماغ، كل هاي بتفيد. الرياضه زي ما حكيت ببدايه اللقاء انه بتزيد الاكسجين بالدماغ، فهي الاشياء نحاول انه نحن ننتبه لها. انا بدي اشكر حضرتك، شكرا جزيلا ست منى اليسير خبيره التغذيه والحميات السريريه، اهلا وسهلا فيك.